بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوة الاحباء اهلا بحضراتكم فيديو جديد. قدمت لحضراتكم من حوالي 3 ايام فيديو عن تصريحات الدكتور مبروك عطية واللي قالها في سياق حديثه حول المرحومة نيرة اشرف او على الواقعة الخاصة بالمرحومة نيرة اشرف. وقال في سياق الحديث يعني مجموعة من العبارات والالفاظ والحاجات دي اللي ادت الى حالة من الغضب العارم عند عدد كبير جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والناس بشكل عام اللي هم حتى خارج مواقع التواصل الاجتماعي. احدثت تصريحاته قدر من الغضب عند الناس، وانا تعرضت للموضوع ده وقلت ان الكلام بتاع الدكتور مبروك عطية، وطبعا في الاول طبعا يعني ابديت اللي انا يعني بحترم الدكتور مبروك وبقدره، وطبعا كعالم من علماء الدين ما اقدرش ان انا اقول غير كده، وراجل طبعا انا بقدره وبحترمه وبحب ان انا يعني استمع للعديد والعديد من الموضوعات اللي هو بيتحدث فيها. ولكن انا يعني ابديت اعتراضي على طريقة وعلى الاسلوب في استخدام بعض العبارات وبعض الكلمات زي قتل وذبح والكلام ده كله. طبعا الكلام ده شكلا وموضوع مرفوض، وقلت ان الكلام بتاع الدكتور مبروك، وحضراتكم رجعوا للفيديو بتاعي هتشوفوا ان الكلام ده فعلا انا قلته. قلت ان الكلام بتاع الدكتور مبروك مش غلط، ولكن الطريقة والاسلوب والتوقيت هو اللي غلط. الطريقة، طريقة ايصال المعلومة والاسلوب بتاعها والتوقيت اللي قيل هذا الكلام، لان الدكتور مبروك قال هذا الكلام اثناء او في سياق حديثه او تعليقه على واقعة المرحومة نيرة اشرف. والمرحومة نيرة اشرف يعني قتلت على يد واحد كان مفروض ان هو بيحبها وعايز يتجوزها، بس ما كانش عنده امكانيات، ولان هي ما كانتش محجبة او كانت متبرجة باللفظ اللي بيستخدم، يعني ما كانتش محجبة. فالشخص ده نظرا لانه هو كان بيحبها ومش عاوز مش عارف يتجوزها، او رفض وتقدم لها ورفض اكتر من مره وضايقها واتعمل عليه محاضر، فوصلنا الى النتيجه الماساويه اللي احنا وصلنا لها دي. فالدكتور مبروك بدا يتكلم في سياق حديثه عن موضوع نيره، بدا ان هو انا بعيد بس لحضراتكم سريعا القصه عشان اللي مش عارفها يعرفها يعني. فبدأ يتكلم في سياق حديثه عن نيرة، وبعد كده قال عشان كده لما بنتكلم وبنقول الحجاب بتقول حرية شخصية، طبعا هو له أسلوب استعراضي كده في الكلام بيتكلم بيه، بتقول حرية شخصية، خلاص خلي المهفف على الخدود ينزل، ده أنا نصا اللي بيقاله، والبس المحزق ومش عارف ايه، وخلي اللعاب وبيسيل يجي عليك ويقتلك ومش عارف. طبعا الكلام ده كان شكرا وموضوعا زي ما قلت مرفوض، وانا ضد هذا الكلام، وقلت ان الكلام دكتور مبروك لو كان قدم الموضوع بشكل مختلف وهو دعوة المرأة والفتاة السيدة والفتاة والكلام ده كله ان هم يعني يلتزموا بشرع الله سبحانه وتعالى، يرتدوا الحجاب، يلبسوا الملابس اللي هي لا تشف ولا تصف والكلام ده كله، وده كله طبعا هو ده صحيح الدين، هو ده الشرع والدين. عشان كده قلت ان انا مش مختلف معاه في القصة او في التوجه بتاعه، ولكن انا مختلف في الاسلوب وفي الكلام اللي تم استخدامه وفي التوقيت كمان او في سياق الحديث اللي هو كان بيتكلم فيه. المفروض دي واحدة قتلت وذبحت لم تكن محجبة، وكان في واحد عاوز يتجوزها ومعرفش لانها كانت رافضاه، ولان هو امكانياته مش كويسة، وبعد كده وصل ان هو قتلها وذبحها. فما جيش في نفس الموضوع وانا بتكلم عن الموضوع ده اقول خليك البس المحزق ومش عارف ايه وتتقتلي وتتذبحي، طبعا الكلام ده كان مرفوض. ولكن قلت لو كان الدكتور مبروك قال هذا الكلام في فيديو اخر وفي ظروف اخرى وبيوجه النصيحة بأسلوب كده، بأسلوب هادئ، وادعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المفروض الإنسان يعني يجادل الناس كده بأسلوب يكون فيه نوع من الهدوء، وقال للبنات والسيدات يعني ده شرع ربنا ولازم تلتزموا به، والحجاب والستر والحاجات دي كلها هيقيقي يعني هيحميكي طبعا بفضل الله طبعا وبحماية الله سبحانه وتعالى، عشان انت بتنفذي الشرع وهيحميكي ربنا سبحانه وتعالى، والحاجة دي هتحميكي من اي شرور ممكن ان تأتي اليكي من خلال لبسك الغير مسؤول او اللبس اللي هي بيشف وبيصف والكلام ده كله. كان طبعا الكلام ده هيبقى يعني 100% صحيح، وهو فعلا صحيح، حتى الكلام اللي قاله في الفيديو صحيح، ولكن زي ما انا قلت عشان بس ما عيدش انتاج الكلام مرة تانية انه اخطأ في استخدام بعض العبارات وفي التوقيت، ولكن كلام الدكتور مبروك صحيح تماما. طبعا لو كنا هندعو الناس الى الفضيله والى الالتزام ده محدش يقدر يتكلم فيه، محدش يقدر ان هو يناقشه ولا يتكلم فيه، لان ده شرع الله سبحانه وتعالى. الدكتور مبروك طبعا اعلن بعد كده، طلع في فيديو وقال ان هو هيدخل في اجازه قد يعود وقد لا يعود، ويعني يعني
نوه كده او يعني اشار من بعيد الى انه ممكن يعتزل الاعلام. ولكن بعد فترة بسيطة حوالي 3 ايام طلع الدكتور مبروك مرة تانية عشان يبدي يعني مبرراته في الكلام اللي قاله. وفي الفيديو ده، في الفيديو اللي طلع فيه الدكتور مبروك، اتكلم بقى باسلوب هادئ جدا وقال ان هو ما كانش لا يبرر القتل. وانا اعلم ان طبعا دكتور مبروك لا يمكن ان يبرر القتل، مفيش انسان عاقل يبرر القتل، مستحيل. يعني هو ما كانش قصده ان هو يبرر القتل، ولكن هو اخطا العبارات واخطا الكلمات والامور دخلت في بعضها. ولكن انا اعلم وحضراتكم وكل الناس ان الدكتور مبروك لم يبرر القتل، مستحيل، مفيش انسان عاقل يعمل كده. وقال ان هو لما اتكلم من منطلق ان هو اب، ولما الاب بيقول لبنته اعملي لي شيء مقصوفه الرقبه هل بيتمنى، مش عارف، يركب طبعا القياس مع الفارق يعني. وبعد كده قال طبعا ترحم على نيرة وطلب القصاص من القاتل، وقال يعني كلام يعني فيه نوع من الهدوء ان هو بيطلب المرأة تلتزم عشان تقي نفسها. وده الكلام اللي انا قلته لو كان قاله في سياق اخر، في حديث اخر، وفي ظروف اخرى، في ظروف اخرى كان ممكن طبعا الكلام ده مش هيبقى مقبول، بس ده هو هيبقى ده عين الصواب وعين العقل، ومحدش مفيش اتنين يقدروا يختلفوا عليه، لان هو ده شرعنا وهو ده ديننا، محدش يقدر يختلف عليه. ولكن الاعتراض كان على استخدام بعض العبارات، البسي مش عارف ايه وتقتلي، البسي وتدبحي، وهي وهو كان بيتكلم على موضوع نيرة اللي هي قتلت وذبحت. وقلت ان موضوع نيرة ملوش علاقة باللبس، يعني ده مش واحد مثلا يعني يحمل لواء الامر المعروف والنهي عن المنكر زي ما شفنا في السنوات كده الغابره دي ويمشوا في الشوارع يقتلوا في الناس عشان خاطر مش محجبات والكلام ده كله، قصه مختلفه. ده واحد بيحبها وكان تقدم لها وقابلها على وضعها، ده ما كانش عنده اعتراض يعني، وهي لما رفضته قتلها يعني، فالقصه مختلفه، القصه مختلفه تماما. نشوف مع بعض كده سريعا الدكتور مبروك، يعني مقتطفات سريعه كده من اللي قاله الدكتور مبروك، ونرجع عشان اعلق، لان انا عاوز اعمل فيديو سريع بس عشان اوضح فيه احترامي للدكتور مبروك، ان انا بحترمه شخصيا، انا شخصيا بحترمه وبقدره وبحبه، واعتراضي عليه ما كانش على الفكره اللي هو بيتكلم فيها، ولكن على الالفاظ اللي تم استخدامها وعلى التوقيت اللي قيل فيه هذا، لانه زي ما قلت اتكلم في سياق الحديث عن نيره. نشوف مع بعض كده ونرجع نعلق سريعا مع بعض. انا لم ابرر للقتل، اقسم بالله لم ابرر. القتل جريمه منكره، والدم حرام 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 للمنتقبة والمحجبة وغير المحجبة وغير المسلمة، دي بديهيات، دي بديهيات، لكن نؤكد عليها وبعفوية شديدة. وهي العفوية اللي خلتني أقول لكل فتاة من سن بنتي البسي أوفة وعيشي. يبدو ان العفوية بتتاخد على انها مهرجة او مسيئة، لا، كل اعتذار لاي حرف يفهم منه اساءة. لكن احنا في بيوتنا الواحد بيقول لبنته اعملي كوباية شاي مقصوفة الرقبة، والاب بيدعي على بنته ان ربنا يقصف رقبتها. الله يرحمها نيرة، الله يرحمها نيرة، الله يرحمها نيرة، ويقتص من قاتلها الذي تبدأ محاكمته غدا إن شاء الله. وأنا لم أربط، مش حزهق أقول، معلش مش مهم، أنا لم أربط. وأخونا فضيلة الشيخ محمد أبو بكر اللي قال وقت الكلمة غير مناسب، عايز أوضح حاجة مهمة. وقت الكلمة غير مناسب لما توجه الكلمة إلى القتيلة، يبقى اصبر، عزي، وبعد العزب أقول. لكن أنا كلامي لا كان موجه للقتيلة ولا لأهلها، ولا أتيت بسيرتها إلا بالدعاء لها بالرحمة وسائر موتانا. أنا بوجه كلامي للي لسه عايشة.
شفنا مع بعض الدكتور مبروك قال ايه، وطبعا يعني انا من خلال هذا الفيديو ببعت له رساله تحيه واحترام. وطبعا يعني احنا اذا اختلفنا اختلاف الراي لا يفسد في الود قضيه، يعني لو اختلفت مع اي حد المفروض الاختلاف سنه كونيه ولكن ورحمه بالبشر، ولكن الخلاف هو اللي مش وحش، اللي هو وحش او شيء مش كويس. الاختلاف امر طيب ولكن الخلاف هو الوحش، الاختلاف اللي احنا بنختلف طبيعي، حتى في اشكالنا بنختلف، في اطوالنا بنختلف، في طبقعنا بنختلف، في اهتماماتنا بنختلف، في دراستنا بنختلف عن بعض، في هواياتنا، في اكلنا، في شربنا، فالاختلاف سنة كونية، ولكن الخلاف ان يبقى في عداء ما بين الناس هو ده اللي مش مستحب. فهناك فرق ما بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف سنة كونية زي ما قلت في كل حاجة، احنا مختلفين عن بعض في كل حاجة، حتى اهل البيت الواحد والاسرة الواحدة والاشقاء مختلفين في شكلهم وفي طولهم وفي اهتماماتهم وفي ميولهم في حاجات كتير، ولكن الخلاف هو ان يحدث شجار او تحدث خناقة او مشكلة او عدم تقارب في وجهات النظر، يحصل مشكلة او يحصل ضغينة ما بين الناس، هو ده الخلاف، وهو ده المرفوض ولا نتمناه ولا نأمله. طبعا كلام الدكتور كلام محترم، وانا اعيد مره تانية ان انا ما اتكلمتش او ما قلتش ما عملتش الفيديو عشان انتقد الدكتور مبروك، ولكن عشان مش عشان خاطر الكلام اللي هو قاله، زي ما قلت الكلام مظبوط ولكن التوقيت والسياق هو اخطا فيه، هو اخطا فيه، او بلاش اخطا يعني لم يصب في اختيار الكلام ولم يصب في اختيار التوقيت، يعني ممكن هو ما كانش في دماغه كده وما كانش قاصد كده زي ما قال انا مبررش القتل والكلام ده كله، ولكن انا يعني بقول ان لكل مقام مقال زي ما انا بقول دايما لحضراتكم، ولكل حادث حديث، المفروض نعرف هنقول ايه امتى ونختار. ما ينفعش النهارده واحده ذبحت وقتلت لان وهي كانت متبرجه والشاب تقدم ليها زي ما قلت وما كانش عنده قدره ان هو يتجوزها، ونقول البسي عشان ما تتذبحيش عشان ما تتقتليش، واكون انا بتكلم في نفس الموضوع ده، لا هيحصل ربط شئنا ما بيننا، هيحصل ربط. ممكن هو يقول لا ده انا بتكلم، هو دكتور مبروك قال انا بتكلم في قصه ثانيه خالص، ما بتكلمش على نيره، انا كنت بعدت خالص عن موضوع نيره، انا ما بتكلمش عنه خالص. لا انت بتتكلم الفيديو اللي حضرتك كنت عامله دكتور مبروك مع كامل احترام لحضرتك، انت كنت عامله بتتكلم عن نيره ورحت حاطط الجزئيه دي فيه، انت نيتك اللي الجزئيه دي منفصله، ولكن لان هما فيديو واحد فتكاملوا مع بعض والناس ربطت ما بينهم. كان المفروض ان بعد الفتره دي او بعد الموضوع ما يهدأ او بعد ما يتم الحكم على الجاني والموضوع يخلص نطلع ونقول هذا الكلام، وحتى لا نذكر الناس حتى بنيره، لان هي لم تقتل بسبب هذا الموضوع، لا بسبب انها متبرجه، هي قتلت عشان اسباب اخرى وانا قلتها، بس انا حبيت بس ان اعمل هذا الفيديو عشان خاطر يعني نوضح الامور. وزي ما انا عملت فيديو وانتقدت فيه الدكتور مبروك مع كامل احترام له برضه، بطلع اقول له ان انت ما اخطاتش في الكلام، انت تدعو المراه والفتاه الى الالتزام والى طاعه الله، ده حاجه ما نقدرش نختلف عليها لان ده ديننا، ده ديننا. وعلى فكره الالتزام والستر ده مش في الدين الاسلامي بس ولكن في الدين المسيحي كمان، عشان برضو نبقى احنا منصفين في الكلام، ده منصفين في الكلام، يعني ما فيش واحده يعني او امراه او فتاه مسيحيه يعني محترمه وخارجه من بيت محترم هتخرج عاريه او متبرجه. واحنا بنشوف حتى الراهبات المسيحيات اللي هم بيسكنوا بقى الاديره والكلام ده كله، بنشوف بيلبسين حجاب، يمكن يعني حجاب كما قال الكتاب، يعني حجاب كما قال الكتاب سجع اهو، حجاب كما قال الكتاب، حجاب مفيش غير الوجه والكفين بس، ده لان دي الفطره الانسانيه، ده لان هي دي الفطره الانسانيه. فالالتزام في كل الاديان، الالتزام في كل الاديان والاحترام في كل الاديان، مش حكر على دين دون دين اخر. اتمنى طبعا تكون فكرتي وصلت، ومره اخرى كامل احترام للدكتور مبروك، واتمنى ان انت يعني ترجع تاني يعني تفيدنا بالمعلومات القيمه اللي حضرتك بتقدمها، ويعني نحاول بقى ان احنا ايه نغير الطريقه شويه، لان ممكن احيانا هي طريقته جميله وظريفه بصراحه، يعني انا بحبها لان فيها اللي هي الكوميدي تاتش كده، اللمسه الكوميديه، وده حاجه مطلوبه على فكره. ما ينفعش ان انا اقدم المعلومه زي ما انا بقدمها كده، انا ماليش في الكوميدي قوي، بس اللي بيقدم معلومه احيانا ممكن يقدم معلومه اقتصاديه يحط فيها حته كوميديه، معلومه دينيه يحط فيها حته كوميديه في السياق عشان خاطر يعني ايه يحلي الموضوع عشان الناس تستسيغه. فالدكتور مبروك بيعمل كده. كامل التحيه وخلص التحيه للدكتور مبروك، وخلص التحيه لحضراتكم، حضراتكم طبعا اجمل شيء في حياتي هو التواصل مع حضراتكم. يمكن ده الكلام ده انا بقوله في التعليقات، وعلى فكره اقسم لكم بالله ده شعوري فعلا، شعوري اجمل شيء في حياتي على منصة اليوتيوب
مش بس صناعه المحتوى اللي انا بحبها واللي انا يعني اعشقها منذ الصغر يعني، اي نعم انا بداتها وانا كبير بس عشان ظروف الحياه والمشغوليات والعمل والحاجات دي كلها، ولكن انا اعشق كما اعشق تقديم المحتوى واعشق الحديث في الموضوعات المختلفه، اعشق كمان التواصل مع حضراتكم اللي انا بعتبره هو ده طب بالنسبه لي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.